السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المفيد في الرياضيات للسنة الخامسة ابتدائي طبعة شسنبر 2020. إذن نحن في الدرس الثالث حول قياس الأطوال والكتل والمساحات، وفي الحصة الثانية في الصفحة 21 من هذا الكتاب حول هذه القياسات. إذن ننتقل إلى الصفحة 21. إذن ولدينا مجموعة من التمارين. إذن نبدأ بالتمرين 2. إذن أتمم التحويل بتوظيف الجدول. إذن هذا الجدول التحويلات هو لجدول قياس الأطوال. إذن نحاول أن نستعمل هذا الجدول لتحويل هذه القياسات. إذن لدينا 23 هكتومتر. إذن رقم الوحدات نضعه في الهكتومتر، والاثنان في الكيلومتر، ثم ننظر إلى الوحدة التي سنحول إليها. إذن ما دام نحول إلى الكيلومتر، إذن نضع الفاصلة عند وحدات الكيلومتر، وبالتالي النتيجة ستكون 2.3 كيلومتر. 9 ديكامتر، نضع 9 ديكامتر في وحدة ديكامتر، ثم نحول إلى الوحدة التي نرغب فيها. إذن عندنا الديسيمتر، إذن لكي نصل إلى الديسيمتر نضيف أصفار. إذن 9000 ديسيمتر. لدينا 2.08 متر فاصلة، يعني أن 2 هو الوحدات، نضعه في الوحدة المناسبة اللي هي المتر. إذن 2 لا نضع الفاصلة حاليا حتى نحدد الوحدة التي نريد التحويل إليها. إذن نريد التحويل إلى السنتيمتر، إذن نضع الفاصلة هنا. إذن النتيجة هي 20.8 سنتيمتر. La question 3, je complète en m'aidant du tableau de conversion. يعني هنا السؤال بالعربية هو غادي نحول بمساعدة أو بتوظيف جدول التحويلات. La conversion هي التحويل. إذن هنا عندنا جدول المساحات، لو تابلو ديال لي سيرفاس. دونك عندنا هنا 8 متر كاري. اذا 8، لاحظوا هنا لو 8 درناه في ليزينيتي ديال المتر كاري، ثم زودنا بالاصفر، ولكن نحن نريد التحويل الى سنتيمتر مربع. دونك لو سنتيمتر كاري، دونك غادي نحذفوا هذه الاصفار، لان هذه الاصفار لن تفيدنا في شيء. اذا نتوقف هنا. اذا النتيجه هي 80000. اذا 80000 80000 سنتيمتر كاري. 80000 سنتيمتر كاري. لو أننا بغينا بالمليمتر كاري غادي نزيدو هاد جوج أصفار. إذا 4 سنتيمتر كاري، غادي نوضعو لو 4 في لو سنتيمتر في وحدات لي زونيتي دو سنتيمتر كاري. دونك أون فوا أجوتي دو زيرو، دونك لو ريزولتا 400 مليمتر كاري. عندنا 9000 متر كاري. اذا لو زيرو هو ديال لي زونيتي، دونك غنوضعو لو زيرو في لي زونيتي ديال مليمتر كاري، ثم الارقام اللي قبل. ديسيمتر كاري، دونك مادام بغينا ديسيمتر كاري، دونك اون فوا اجوتي لو زيرو ا غوش. دونك لو ريزولتا سي 0.9000، ولكن هاد الاصفار سا سيغ ريان، دونك 0.9. إذن 0.9 متر كاري. التمرين الرابع، أكتب كل من قياسات الكتل التالية في البطاقة المناسبة. إذن عندي هنا قياس الكتل بطبيعة الحال. هنا عندي كيلوغرام، وعندي هكتوغرام، وديكاغرام، وغرام. دابا مثلا إلا خدينا 50 غرام، 50 غرام بطبيعة الحال 50 غرام غتكون أكبر من غرام، ولكن غادي تكون اصغر من ديكاغرام. 50 غرام، اذا غادي نمشيو للطابلو دو كونفيرسيون باش نشوفو. كان في جدول التحويلات غادي نوضعو 50 غرام، هادي هي 50 غرام. اذا 50 غرام، دونك هادي 50 غرام، وعندنا 50 ديكاغرام، وعندنا 50 ديسيغرام. دونك هاد 50 50، دونك هنايا من الأحسن دونك ناخدو جوج طابلو آخر أفضل. دونك غنبداو بديسيغرام، 50 ديسيغرام، وعندنا 50 غرام، وعندنا 50 ديكاغرام. دونك هاد من خلال هاد الجدول هذا عندنا
50 غرام. شكون الصغيره في هذا؟ هي 50 ديسيغرام. 50 ديسيغرام هي هذه. اذا 50 ديسيغرام غادي تكون هي 5 الغرام. اذا غادي تكون اكبر من 1 غرام وغادي تكون اكبر من 1 ديكاغرام. اذا هذا هو المكان ديال 50 ديسيغرام. هذا هو المكان ديال 50 ديسيغرام. دونك 50 ديسيغرام احنا صنفناها. عندنا 50 غرام. 50 غرام هي 5 ديال الديكاغرام. اذا غتكون اكبر من 1 ديكاغرام ولكن ما غاديش توصل 1 هكتوغرام. علاش؟ لان 1 هكتوغرام فيها 10 غرام 10 ديكاغرام. حنا عندنا غير 5 ديكاغرام. 1 هكتوغرام اذا فيها 10 ديال الديكاغرام وبالتالي هذه هي 50 غرام. 50 غرام هي 5 ديكاغرام و5 ديكاغرام اكبر من 1 غرام اكبر من 1 ديكاغرام واكبر من 10 ديال الديكاغرام اصغر من 10 ديال الديكاغرام لان 1 هكسوغرام هي 10 ديكاغرام. اذا 5 ديكاغرام محصوره بين 1 ديكاغرام و10 ديكاغرام. بالنسبه ل 50 ديكاغرام 50 ديكاغرام هي 5 د الهكسوغرام و5 د الهكسوغرام اكبر من 1 هكسوغرام واصغر من 1 كيلوغرام. علاش؟ لان 1 كيلوغرام هي 10 ديال الهكسوغرام. اذا هنا غادي تجي 50 ديكاغرام اللي هي كما قلنا 5 ديال الهكسوغرام. دونك هذا بالنسبه لهذا التحويل. اذا ننتقل الى التمرين 5. اكتب كلا من قياسات المساحات التاليه في البطاقه المناسبه. اذا نفس التمرين تقريبا غير هذه المره نتحدث عن المساحات. اذا غادي نوضعوا هذه القياسات اللي الفوق في الجدول. عندنا 500 متر مربع 500 متر مربع هذه هي 500. اذا نسبقوا من ديسيمتر مربع 500 ديسيمتر مربع وعندنا 500 متر مربع وعندنا 500 ديكامتر مربع. اذا غناخذوا 500 ديسيمتر مربع. شحال هي؟ هي 5 متر مربع. نحذفوا هذه الاصفار. هي 5 متر مربع اكبر من 1 متر مربع و5 متر مربع هي اصغر من 1 ديكامتر مربع لان 1 ديكامتر مربع هي 100 ديكامتر مربع هي 100 متر مربع وبالتالي هنا غادي تكون 500 ديسيمتر مربع. اذا هذه احنا صنفناها. عندنا 500 متر مربع 500 متر مربع شحال كتساوي بالديكامتر مربع؟ كتساوي 5. اذا 5 ديكامتر مربع هي اكبر من 1 ديكامتر مربع ولكن اصغر من 1 هكسومتر مربع لان 1 هكسومتر مربع فيه 100 ديال الديكامتر مربع. اذا هذا هو 100 ديكامتر مربع. اذا 5 ديكامتر مربع تكون بين 1 ديكامتر مربع و100. اذا غادي نحطوها هنا ولكن غادي نحطوها على شكل متر مربع 500 متر مربع ماشي 5 ديكامتر مربع. بقات لينا 500 ديكامتر مربع. شحال هي بالهكسومتر مربع؟ هي 5 و5 هكسومتر مربع صغر من 1 هكسومتر مربع واكبر من 1 كيلومتر مربع لان 1 كيلومتر مربع عفوا هنا 1 كيلومتر مربع هي 100 هكسومتر. اذا هذه كتساوي 100 هكسومتر وهنا 1 هكسومتر مربع وحنايا عندنا غير 5 هكسومتر مربع اللي كتساوي 500 ديكامتر مربع. اذا هاد التمارين بجوج كيتشابهوا. اذا ننتقل الى التمرين السادس. احول الى الوحده المطلوبه. يمكن الاستعانه بجدول التحويلات. اذا شنو الجداول اللي غنحتاجو؟ غنحتاجو جدول الأطوال حيت عندنا المتر ونحتاج جدول الكتل ونحتاج جدول المساحة. إذا ثلاثة الأنواع ديال الجدول. إذا الجدول الأول غنستعملو هو ديال الأطوال. إذا جدول الأطوال عندنا تما 8.5 هكسومتر مربع. إذا 8.5 ما غنديروهاش 5 هكسومتر. إذا هنا الفاصلة نورمال ولكن حنا ما غنديروهاش. بغينا النتيجة بالمتر غنزيدو صفر. إذا غتعطينا 850
متر مربع. بغينا النتيجة بالديكامتر غادي نحيدو هاد الصفر، إذن 85، إذن هاد الصفر غادي نحذفوه باش تبقى لنا 85 ديكامتر مربع. إذن انتهينا من جدول الأطوال، غادي نمشيو لجدول ديال الكتل ولكن بالقنطار. إذن هنا غادي نحاولو، إذن هذا جدول ولكن ما فيش القنطار، ولكن هنا غنديرو عشرات الكيلوغرام، وهنا القنطار وهنا الطن. دونك هذا هو الجدول اللي غنحتاجو. إذن غادي نشوفو 6.3 قنطار، شحال هي بالكيلوغرام؟ إذا غنزيدو صفر غتعطينا 630 كيلوغرام. شحال هي بالطن؟ كنت غادي نحطو زيرو هنايا وتجي الفاصلة، إذا هي 0.63، إذا 0.63 طن. إذا اليوم في التحويل الموالي غنحتاجو المتر مربع، إذا المساحات. إذا عندنا 200 هكتومتر مربع، 200 غادي نحطو 200 هكتومتر مربع. شحال هي بالكيلومتر مربع؟ إذا جوج، لأن غنحذفو هاد الأصفار غادي تبقى لينا جوج. شحال هي بالديكامتر مربع؟ إذا نرجعو الأصفار ونزيدو جوج أصفار، إذا غتعطينا 20000. 9 كيلومتر مربع، إذا 9 كيلومتر مربع هي هذه، وبغينا النتيجة باش بالهكتومتر مربع، إذا غادي نوصلو للهكتومتر مربع بإضافة الأصفار، إذا 900. ثم بغينا النتيجة بالديكامتر غنزيدو أصفار، إذا غتعطينا 90000. إذا هذا بالنسبة للتمرين السادس. إذا التمرين الموالي كذلك عندنا الكتل وعندنا الأطوال وعندنا، ولكن دابا خصنا الوحدات، خصنا الوحدات. قبيلا خصنا الأرقام في التمرين السابق، دابا خصنا الوحدات. إذا غادي نبداو بالكتل. الكتل إذا هنايا غادي ناخذو 300 كيلوغرام، إذا 300 كيلوغرام هي هذه، 300 كيلوغرام، وخصنا 0.3، إذا 0.3 غادي تعطينا باش بالطن، إذا الوحدة هاد الأصفار غادي نحذفوهم، لأن 0.3 هي 0.300، إذا 0.3 كتعطينا الطن، الوحدة اللي هنايا غائبة هي الطن. غادي نعاودو نحطو 300 كيلوغرام، 300 كيلوغرام، والنتيجة بغينا 3000، إذا إلا بغينا 3000 كتعطينا 3000 هكسوغرام، كانت عندنا 300. هما بغاو 3000، إذا غنزيدو الصفر باش نحصلو على 3000 وناخدو الوحدة، إذا الهكسوغرام. إذا هذا بالنسبة للكتل. غادي نمشيو لوحدات الأطوال. وحدات الأطوال عندنا 400 متر، إذا غادي نحطو 400 متر في الجدول، هذه 400 متر، وبغينا النتيجة 40، إذا 40 غادي نحذفو هاد الصفر، إذا باش ديكامتر، إذا هنا ديكامتر. بغينا النتيجة 0.4، نحذفو هاد الصفر وغادي نديرو الصفر هنا ونحطو الفاصلة ونشوفو شنو. إذا هنا واش غتعطينا هكتومتر؟ لا، لأن خصنا نشوفو الوحدات، الوحدات في الكيلومتر. إذا هنا كتعطينا 0.4 كيلومتر. غادي نمشيو لوحدات المساحة. وحدات المساحة، جدول تحويل المساحة، نحطو في الجدول 70000 متر مربع. إذا 70000 متر مربع غادي ناخدو اول صفر د الوحدات ونحطوه في المتر مربع ونكملو. اذا هذه هي 70000 متر مربع. بغينا 700، اذا 700 غادي نحذفو جوج اصفار ونشوفو النتيجه، اذا ديكا متر مربع. بغينا 7 غادي نحذفو هاد الاصفار ونشوفو شنو النتيجه، 7 هكتومتر مربع. التحويل الموالي عندنا 20000 ديسيمتر مربع، إذا غنمشيو للديسيمتر مربع نحطو فيه الأصفار حتى نحصلو على 20000، إذا هادي 20000 ديسيمتر، دونك عفوا غلطت، ماشي ديسيمتر مربع، هذا سنتيمتر، إذا ديسيمتر خصنا نحطو الصفر الأول هنا، إذا هادي 20000 ديسيمتر مربع. بغينا النتيجة 200 غادي نحذفو هاد جوج أصفار. إذا هنا إلا بغينا نستعملو بلونكو مثلا نخبيو هاد الأصفار كاع ما يبانو، إذا هنا شحال 200 متر مربع، إذا 200 متر مربع. بغينا 0.02، إذا 0.02 يعني هاد الأصفار يتحيدو،
ثم غادي نزيدو صفر ثم صفر ونديرو صفر فاصلة صفر جوج. إذا شنو النتيجة؟ صفر للوحدات فين كاين؟ في الهكسومتر مربع. إذا هذا كل ما يتعلق بهذه التحويلات. إذا ننتقل إلى التمرين الثاني. طاف متسابق حول هذه الحلبة مرة واحدة. إذا بحال غينطلق من هنا، غينطلق من هنا وغادي يبدا يطوف، ولأني غيوصل هنا حبس. أحسب المسافة التي قطعها بالمتر وبالكيلومتر. إذا هنايا المسافة شنو غادي تساوي؟ إذا غتساوي غادي نبداو من هنا مثلا، غادي نبداو من هنا وغادي نمشيو حتى نرجعو لبلاصتنا. إذا المسافة باش غتكون؟ إذا غادي تساوي 5 هكتومتر و30 متر زائد 12 ديكامتر زائد 95 ديكامتر زائد 25 ديكامتر زائد 150 متر. إذا نحسبوش عندنا 5 جوج 4 5. إذا هنايا جوج 4 5. إذا قالوا لينا نحولو بالمتر. إذا أول شيء نحولو كل شيء للمتر، جميع الوحدات غنحولوها للمتر، ومن بعد غادي نرجعها للكيلومتر. إذا غادي نستعملو بطبيعة الحال جدول التحويلات بالمتر. إذا عندنا 5 هكتومتر 30 متر، 5 هكتومتر 5 هكتومتر 30 متر. إذا كتعطينا 530 متر، 530 متر زائد 12 ديكامتر، 12 ديكامتر هي 120 متر، زائد 95 ديكامتر، 95 ديكامتر شحال هي؟ 950 متر، 950 متر زائد 25 ديكامتر، 25 ديكامتر هي 250 متر، زائد 250 متر زائد 150 متر. راه عندنا محولة 150 متر، غادي نحطوها في الجدول 150 متر، 150 متر، ونجمعو في الجدول، والنتيجة غتكون بالمتر. إذا صفر عندنا 5 10 15 20، جوج نحتفظو بجوج، إذا جوج 5 7 8 8 17 17 20. إذا هي 2000، إذا 2000 متر. إذا النتيجة النهائية بالمتر هي 2000 متر. إذا هذه بالمتر، حنا حسبنا النتيجة بالمتر. السؤال الموالي نحسب المسافة بالكيلومتر. إذا بغينا بالكيلومتر سنحذف هذه الأصفار. إذا هذه الأصفار غادي نحذفوها وغنلقاو المسافة. إذا هي جوج ديال النتيجة النهائية بالكيلومتر هي جوج كيلومتر. إذا هذه النتيجة بالكيلومتر. إذا ننتقل إلى التمرين الأخير en français. Donc je calcule la masse nette des organes. إذا بالعربية يعني خصنا نحسبو الكتلة الخالصة أو الصافية ديال هاد لي زورغان هادو، يعني ديال عفوا ماشي لي زورغان، لي زورونج، لي زورونج باردون، يعني دي زورونج دونك يعني ديال لي زورونج ديال البرتقال. إذا هنايا عندنا جوج الموازين. ها إذا بروميرمون غادي دونك لاماس دي زورونج كيسكي دونك لاماس دي زورونج كيسكيل فا دونك ايتيغال ا كوا لاماس دي زورونج دونك إل إيغال دونك لاماس دونك ايتيغال لاماس باني plus orange moins la masse du panier. إذا غادي نفهمو هادشي. عندنا لا ماس دي بانيي زائد الاورانج، لحقاش هنايا عندنا هاد الميزان شنو قاس لينا؟ قاس لينا الكتله ديال ديال ديال. إذا واخا انا عندي واحد الملاحظه هنا ما نتبهولهاش الناس اللي داروا التمرين، خص هنا الابره تكون متوازيه، لان هذا الميزان ليس في توازن، هذا الميزان مختل التوازن، خصهم ينتبهوا جيدا، خصهم هنا خص يكون توازن،
وهنا خص يكون توازن ضروري. هنا كاين توازن، الإبرة واقفة، هنا ما كاينش توازن. علاش؟ لأن هنا التوازن مختل. إذا هنايا حنا غادي نخدمو سيفو داكشي. إذا لا ماس دي زورونج شنو غادي تعطينا؟ لا ماس دي زورونج، لا ماس دي باني بس. إذا لا ماس دي باني بليس أورونج هي 5 كيلوغرام بليس 2 كيلوغرام بليس 500 غرام بليس 100 غرام. أنا دابا هادشي اللي بان ليا، هادي لا ماس دي باني زائد لي زورونج، يعني ديال السلة زائد البرتقال اللي فيها، يعني هادي الكتلة نتاعهم بجوج. ثم دابا غادي نشوفو لو باني شحال الكتلة نتاعو. لو باني عندنا 100 غرام 200 غرام 50 غرام موان. إذا عندنا 100 غرام بليس 200 غرام بليس 50 غرام. إذا دابا نوفير دي كالكول. إذا هنا نحولو كلشي للغرام أولا غادي نخليو لي بالكيلوغرام كيلوغرام ولي زوط نخليهم بالغرام. دونك 5 بليس 7 تيغالا 7 بليس 2 تيغالا 7 كيلوغرام. عندنا هنا 500 و 100 600 غرام موان. نحسبو هادشي، عندنا 100 غرام 200 غرام يعني 350 غرام 350 غرام. غادي نقصو داكشي اللي بالغرام من الغرام ونخليو الكيلوغرام باش ما نديروش تحويلات. منا ما قالولناش حنايا باش غنحسبو، واش نحسبو بالغرام ولا بالكيلوغرام. اذا هنايا 600 الا نقصنا منها 350 غادي تبقى لينا 250. اذا 7 كيلوغرام 250 غرام. فوالا هذه هي لا ماس ديال لي زورونج. هادشي مع التحفظ على ان الميزان خصو يكون في حاله توازن. إذن هذا كل ما يتعلق بهذه الصفحة 21 من كتاب المفيد للرياضيات للسنة الخامسة ابتدائي.